احنا اليوم كنت تتوقع انه النتيجه تروح للخساره، انت كنت متواجد مع المنتخب يعني منذ تواجده، تروح للخساره وتروح للتعادل، لو كنت متفائل من خلال مشاهدتك للاعبين للكادر التدريبي لروحيتهم؟ شوف انت اول يومين يعني اول البارحه والبارحه لما حضرنا التدريبات شفنا روحيه اللاعبين والروح الابويه بين الكابتن راضي واللاعبين والروح الاخويه بين اللاعبين مع بعض، تشوف انه المنتخب العراقي يعني ما ياخذ هاي البطوله بكل سهوله، لكن فاجئنا بالاداء اللي ظهر به المنتخب. يعني انا اعتقد لو ما يعني الاداء الجيد اللي ظهر به مناف باخراجه اكثر من كره، وجلال وايضا حسن ايضا جلال حسن يعني وانجد عطوان، كان يعني صارت نتيجه كارثيه اليوم علينا. برايك اليوم منو اللي شكل، ما اقول لك صدمه، انه تفاجات بادائه، اداء غير مقنع؟ شوف انت ما تقدر تحكم على اداء اللاعب اللي جدد اللي هسه اجوي، يعني سواء اللاعبين المغتربين عفوا المحترفين تمام او اللاعبين اللي اول مره اندعوا، لانه هذا اول تجمع يعني اول تجمع وهاي المجموعه تلعب مع بعض، لكن تمام انه احنا نعتب على لاعب الخبره اللي ما يضيف شيء. احنا هذا اللي يعني احنا هذا اللي يدمرنا مثل ما نقول، لاعب الخبره اللي ما يضيف شيء. ولو كابتن احنا يعني الكابتن راضي شنيشي للكادر التدريبي ممتعض من نتيجة المباراة لو عند الأمور طبيعية بصراحة مصطفى، أنت قريب عليهم. شوف الكابتن راضي شنيشي قال أنا أعتبر هاي مهمة وطنية لأنه أنا مدرب للمنتخب الأولمبي. نعم. فالرجل يعني أكيد قال أنا أبحث عن النتائج وأريد أقدم جيل جديد للكرة العراقية، لأنه قال أنا عندي استراتيجية جديدة للكرة العراقية. فأكيد ما راضي، لأنه ما أعتقد اليوم ال 11 لاعب اللي موجودين بالملعب كلهم قدموا أو يعني ما طلب من يومهم الكابتن راضي شنيشل سواء بالتدريبات أو بالمحاضرة اللي قبل المباراة. تمام. أبقى